بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنستأنف إن شاء الله في هذه المحاضرة. في المحاضرة السابقة كنا عرفنا الماتيريال المستخدمة في النموذج، سواء كان في الكونكريت بنوعها أو الستيل ريبارس بالنسبة للمين بارس وبالنسبة للستيرابس، وكنا عرفنا عدد من المقاطع بالنسبة للكولومز وبالنسبة للبيامز، كذلك نوعين بتاعات إسلاب. وإن شاء الله في هذه المحاضرة هنقوم هنتعلم كيفية إدخال الملف، عرفناه بتاع الدي إكس إف للإيتابس والتعديل عليه والتعديل على النموذج. إذن هنشوف المفهوم بتاع الريجيد لينك وكيفية إضافة الكولومز وكيفية إضافة الأبيام والإسلابات. إذا هنتعرف على القائمة بتاعت select وكيفية التعامل معها، لأنها قائمة مهمة جدا. وبعد ذلك هنقوم نعمل check للموديل، تصحيح للأخطاء. بعد ما نضمن إنه ما في أخطاء بنقوم بنعمل عملية الـ story replicate. طيب لو تذكروا دي الخرطة اللي احنا اشتغلناها، لكن انا عملت بعض التعديلات على الخرطة اللي هو الحتة بتاعت اللايرز، اللي هو ممكن تسمي اللايرز مثلا بدل المين بيمز. كنا احنا افترضنا ان واحد يكون هو المين بيمز والتاني يكون الماينر بيمز. ايضا ممكن تسميها شنو، ممكن تسميها حسب القطاع اللي انت هتضيفه بالنسبة للبيم. يعني مثلا اللايرز دي احنا عدنا تسميتها، سميناها مثلا بي 60 في 30. ممكن تكون اكثر تفصيلا بانه تذكر الدايمنشن تحت القطاع وتذكر برضو شنو الديتيلز بتاعت حديد التسليح. فقلنا عندنا سكشنين بتاع ابيام وعندنا سكشنين بتاع كولومز، اللي هو السكشن السيركولر والسكشن السكشن ال 60 في 25. كذلك عندنا في مرحلة أولى هسي مستخدمين سوليد سلاب 150. طيب ننتقل لبرنامج الإيتابس. طيب بعد ذلك هنقوم ان هنفتح الملف اللي احنا كنا شغالين عليه، فايل اوبن. دي السكاشن احنا كنا عرفناها المرة اللي فاتت، اللي هي دي الأبيام اللي عرفناها، ودي الكولومز اللي عرفناها. فقلنا إذا ممكن تكون أكثر تفصيلا في إنك تعرف الدايمنشن بتاعت الكولومز إضافة ل العدد بتاع حديد التسليح. يعني إذا مثلا هسه المقطع ده هو 60 في 25، مستخدم فاي 12، مستخدم فاي 16، 12 سيخة فاي 16، وهكذا. طيب يبقى طوال احنا هنقوم بنعمل فايل امبورت. دي اكس اف فايل هنا البرنامج بيسألك اليونيتس انت راسم بها في الاوتوكاد، احنا راسمين بالمتر. وبعدك بيسألك انت عايز تدخل البلان ده ليه يا تو طابق. بس احنا هندخل البلان ده في الطابق الاول.
معليش انه الفايل فاتح الفايل مفتوح عامل معك مشكلة، هنكفي الفايل وتاني نضيف الملف. طيب بعد ما قفلنا الملف بتاع الاوتوكاد نيجي تاني نعمل نفس العملية اللي هي import txf file. متر الطابق الأول، أوكي بسم الله. طيب كده هو عمل importing للـ DXF file داخل الملف بتاع الـ eTabs. طيب لو عايز تعرض المود تيجي هنا في الشجرة بتاعت النموذج هنا الحتة بتاعت الديسبلاي، الحتة بتاعت الـ 3D view بتفتح الـ architecture layers. طيب هنا دي اللايرز بتاعتك، ممكن تعمل لها إخفاء إظهار، ممكن تدوس على اللاير تقوم تعمل هايد شو. إحنا دخلناها للبلان يا تول، بلان اللي هو قلنا الفيرست بلان. يبقى ده الموديل بتاعنا، عايزين نولد الآن، عايزين نولد الموديل. طيب نبدأ بالكولومز. كولومز عادي كأنك انت عايز ترسم كولومز مانوال، تيجي تفتح الأيقونة بتاعت الكولومز، تختار النوع بتاع البروبرتي الدفاع السكشن اللي انت عرفته، وان احنا مثلا هنضيف كلهم، هنضيف 60 في 5 20. بعد ذاك هنجي نغير، تختار من هنا 60 في 25، فمثلا فليكن 60 في 25 اللي هو 12 سيخة في 16. ما حتضيفها كده، ما ممكن انت بالخيار ممكن تضيفها كده خلاص، او بتجي هنا الحتة بتاعت ال 60 في 25 اللي هي اللايرز بتاعت 60 في 25، تضغط كليك يمين add column object، خلاص بتلقى انه شنو ضاف لك اوتوماتيكلي للابيام لكل الاعمده اللي احنا كنا رسمناها باللايرز بتاعت السي 60 في 25. لكن عشان تظهر معاك الصوره تجي تعمل ايديت للفيو، تعمل مثلا اكسترود شيل اكسترود فريم، اوكي خلاص كده احنا ضفنا الاعمده بتاعتنا بكل سهوله. خلاص الخطوه الثانيه احنا عايزين نضيف لللايرز دي اللي هي شنو السيركولر كولوم. تجي من الايقونه بتاعت الكولومز بتغير البروبرتي لسيركولر، مثلا فليكن ده C400. تجي لللايرز اللي عرفناها هنديلها بالنسبة للعمود الدائري add column object، طيب نحنا ممكن نتأكد تاني من ال columns دي نعمل لهم تحديد. من القائمة بتاعت assign frame section property نختار لهم تاني C400 apply okay. view ورجع لك سترود بالنسبة لل
البلان عشان نتأكد إنه قام بتعريفهم بصورة صحيحة. عفوا تاب كان ما مفعل. طيب كده احنا اضفنا الاعمدة بتاعتنا بتاعت المبنى وبتاعت الطابق. هنقوم الخطوة التانية هنقوم هنضيف المقاطع بتاعت الابيام الرئيسية اللي احنا اخترناها انها تكون الدايمنشن بتاعتها 60 × 30. بنفس الطريقة هنقوم اول حاجة نختار الايقونة بتاعت رسم الابيام. هنجي نختار البروبرتي اللي هي B60×30. قلنا بعدين احنا ممكن نغير السكاشن دي حسب التصميم، لكن دي افتراضات ابتدائية قبل عملية التحليل التي يقوع ان شاء الله عملية التصميم. طيب خلاص احنا اخترنا السكشن بتاعنا، بنيجي بنفس الطريقة من دوس كليك يمين على اللايرز اللي احنا سميناه 60×30، اد مرة دي اد بيم اوبجكت. طوالي بتلقى البرنامج اوتوماتيكلي رسم لك شنو كل الابيام بتاعتك. طيب بنفس الطريقة هنضيف الابيام الثانوية، هنغير البروبرتي هنا اللي اخترناها انها هتكون مثلا فلتكن 45×25 ب45×25. كليك يمين بكل بساطة اد ايضا بيم اوبجكت. خلاص احنا كده رسمنا رسمنا البيام بتاعتنا الثانوية. تفضل الخطوة الأخيرة اللي هي رسم الإسلابات. اختار أي نوع بتاع إسلابة، الأيقونة بتاعت الإسلابات. هتغير البروبرتي للإسلاب اللي احنا عرفناها التو إسلاب أو السوليد إسلاب اللي احنا كنا عرفناها. أيضا بتيجي شنو بنفس الطريقة اللي هي بتيجي بكليك يمين Add Area Object. خلاص بكل بساطة احنا ضفنا الأبيام وضفنا الأعمدة وضفنا البلاطات بتاعتنا للموديل بتاع الايتابس. زي ما قلنا هي الحاجة دي بتكون مفيدة لما تكون الخرطة معقدة، بتستخدم نفس الخرطة الجاية من المعماري. طبعا ممكن ترسم بالطريقة دي يعني طوال هنا من اللايرز، تقول كليك يمين واد اما اريا او طبعا احنا في الحالة دي ما عندنا وول، اما تكون اد كولم او اد بيم. وايضا ممكن ترسم مانوال يعني تشتغل تريزنج، يعني مثلا لو دار ترسم سلابة هنا عادي ممكن ترسم مانوال بنفس الطريقة، اللي هو طبعا بيعمل لك كابشر بيقدر يلقط النقطة بتاعة الأوتوكاد عادي. ممكن تضغط كليك هنا وتضغط كليك في النقطة دي، نعمل تراجع طبعا. طيب احنا صدرنا الملف وايضا دارنا نشوف المفهوم بتاع الريجيد لينك، المفهوم بتاع الريجيد لينك او الوصلة الجاسعة اللي هي احنا في الواقع ما بيكون اذا افترضنا مثلا انه ده عمود
طيب إذا افترضنا إنه ده هو عمود، الصورة دي هي من أعلى يعني، ودي ده هنا في بيم جاي من هنا، وفي بيم جاي من هنا مثلا، ده فليكونوا مثلا أبيام ثانوية، وده البيم الرئيسي هنا. ف الالاينمنت بتاع الابيام ده مع العمود في التنفيذ ما بيكونوا في نفس النقطه، قد لا غالبا ما بيلتقوا يعني. السنتر لاين بتاع العمود ده، والسنتر لاين بتاع العمود ده، والسنتر لاين ذاته بتاع الابيام الرئيسيه، وكذلك السنترويد بتاع الكولم، في الحقيقه من الصعب انه يلتقوا مع بعض. فاحنا لو لاحظتوا في الخرطه بتاعت الاوتوكاد، بعد ما قمنا رسمنا قمنا بترحيل الاعمده قليلا، اما انك تقوم تعتمد الطريقه دي انه تقوم بسنتره الاعمده مع الابيام، اللي هو دي هتحدث لك تغيير بسيط في الاسبانات، ودي يكون 5 سنتي 6 سنتي من ناحيه كده انشائيه، ما عنده معنى او ما مؤثر. لكن اذا عايز تشتغل دايركتلي على الخرطة بتاعت المعماري من غير ما تعمل ترحيل للأعمدة دي، مفترض تستخدم حاجة اسمها الريجيد لينك. الريجيد لينك دي اذا ده مثلا العمود البيم الثانوي منتهي هنا، والبيم الثانوي الثاني منتهي هنا، في مفترض تعمل حاجة هنا اسمها ريجيد لينك، تصل بين راس البيم الثانوي هنا وسنتر العمود وراس البيم الثانوي الثاني، عشان تفهم البرنامج انه الحتة دي هي ريجيد كونكشن، وما هتحصل فوقها كأنها قاعدة في السنتر، ما هتحصل فوقها أبيام، يعني ما هيعتبر لك انه الحتة الزايدة دي هي عبارة عن بيم ثاني تحصل فوقها ديفليكشنات مختلفة. فالحاجة دي بتيجي من البرنامج، تضغط على الأيقونة بتاعت اللينك. أول حاجة هتعمل ديفينيشن لللينك، اللينك الريجيد لينك أو الوصلة الجاسئة دي. الديفينيشن إنه هتقوم أنت عايز الوصلة دي مثلا تكون جاسئة تماما، يعني ما فوقها روتيشن في الاتجاهات الثلاثة، وما فوقها أي ديسبليسمنت في الاتجاهات الثلاثة، وده واللي عايز تضبطه ضبط تاني. في المباني الخرسانية انت الريجيد لينك بتقول انها هي جاسئة في اتجاهات الاكس والواي والزد، وكذلك ما بتقبل روتيشن ايضا في او فيكسد في الاتجاهات الثلاثة، ما فيها دوران حول اكس ولا واي ولا زد. خلاص بعد ما انت عرفت اللينك بتاعتك دي تعمل اوكي، بتجي هنا من الايقونة اللينك، بتختار اللينك بروبرتي، قد يكون عندك كم لينك بروبرتي. بعدك بتقوم بترسم، بتصل النقاط بين البيم الثانوي لرأس العمود للبيم الثانوي الثاني، وبالطريقة دي انت بتكون عرفت الريجيد لينك. لكن احنا في ده بس للعلم، لكن احنا في الموديل بتاعنا ده قمنا بسنترة الكولومز، فما محتاجين انه نعمل القصة بتاعت الريجيد لينك اللي هي من البرنامج هنا، دي الأيقونة بتاعت اللينك. تختار الأيقونة وترسم، لكن نحن في الموديل بتاعنا ده الأبيام زي ما ملاحظين مسنترة مع شنو؟ مع الكولوم. لكن مثلا لو ما كانت في السنتر، جاية مثلا في حتة تانية، بتقوم طوالي بتقوم بتسنترة، بتستخدم الريجيد لينك ده عشان كأنما إنه أنت سنترت التلاقي بتاع الأبيام الرئيسية والثانوية مع العمود. طيب الحاجة التانية ده نتكلم عليها، القائمة بتاعت سيلكت. القائمة بتاعت سيلكت طبعا هي قائمة مهمة جدا جدا، يعني انت مفيدة جدا في التعامل لو عايز تضيف أحمال، لو عايز تغير بروبرتيز بتاعت سكاشن معينة. القاية بتاعت select اللي هي انت من القاية بتاعت select اللي هي قاعدة هنا، بتقوم بتعمل select، اما تعمل select مثلا بالobject type. انا عايز البرنامج يعمل لي selecting للjoints مثلا، خلاص،
هو عايزه يعمل لي selecting للcolumns. خلاص مثلا selecting للcolumns هيقوم البرنامج هيختار لك كل الكولومز بغض النظر عن السكاشن بتاعت الكولومز دي هي دائرية ولا سكاشن سي 60 في 25 ولا اي سكاشن. خلاص ممكن تعمل escape مثلا عشان تطلع بالسلكشن. نرجع تاني للقاعدة بتاع select، ممكن تعمل select بالproperties. مثلا البروبرتيز دي سواء كان مثلا الماتيريال، قد يختار لك البرنامج كل المقاطع الكونكريت ماتيريال بتاعتها سي 25 خلاص، او يعمل لك سيلكتنج بالبروبرتيز بتاعت الفريم سكشن. يعني مثلا انت عايز تختار كل الاعمده 60 في 25 فريم سكشن، انت عندك دي البروبرتي. مثلا عايز تعمل سيلكتنج فليكن مثلا كل الاعمده اللي هي السيركولر السكشن بتاعها سي 400، خلاص تلقى انه طوال يختار لك شنو كل الاعمده. بعد ذاك ممكن تجري على اي تعديل، عايز تضيف عليه احمال، عايز تغير السكاشن بتاعتها وما الى ذلك. خلاص ممكن تعمل سيلكتنج للبروبرتيز ممكن بالليبلز. خلاص ممكن طبعا اي بعدينك مفيدة الحتة بتاعت الليبلز دي، بعدينك مفيدة جدا لما احنا نيجي نعمل العملية بتاعت التصحيح بتاع الأخطاء. لأنه طبعا لما احنا نضيف لما نرسم من الملف بتاع الدي اكس اف إذا كنت ما دقيق، غالبا الموديل لما يكون معقد بتحصل بعض الأخطاء، بيكون في ميس الاينمنت بالمرات، لأنه طبعا هي سوفت وير مختلفة. مرات مثلا بيكون في انت توقف في حتة معينة، السنابنج بتاعك مثلا ما مشغله كويس، فبتلقى فيها اخطاء. يعني ما زي الطريقة التانية اللي هي اللي احنا لما كنا بنستخدم الجيومتريك سيستم بتاع البرنامج، لما نقوم نعرف ال لما نعرف ال كنا في الطريقة اللي فاتت عرفنا الجريدز من البرنامج ورسمنا النموذج كله من البرنامج من غير استخدام الاوتوكاد، فما كان بيكون في ايرورز. لكن لما تجي تستخدم مثلا الدي اكس اف فايلز قد يكون في خلل في رسمك انت كان، فبتحتاج لعملية بتاعت تصحيح بتاعت اخطاء. فلما تعمل تشيك زي ما هنجي نشوف التشيك بيجيك فوقه الليبل. الليبل ده هو اسم يونيك بيديه البرنامج لكل عنصر. يعني بالرغم من انه الكولومز ده هو سي 60 في 25 والكولومز ده هو 60 في 25، لكن ده عنده يونيك نيم، اسم خاص به هو، ده اسمه الليبل. وده عنده اسم خاص به هو والليبل. يعني مثلا تلقى البرنامج بيقول لك يا اخي في ايرورز في المقطع الليبل بتاعه كده مع المقطع الليبل بتاعه كده. فمثلا ده تختارهم طوالي، بتجي من القائمة بتاعت select، خلاص تجي حتة بتاعت الليبل. ها الليبلز اللي انت عايز مثلا كان شنو فريم ليبلز، خلاص مثلا هنا دي كل الفريم ليبلز، دي كل الابيام العملية جنريشن البرنامج، ودي كل الكولومز العملية. طبعا فريمز بتشمل الابيام بتشمل الكولومز، فما عليك انك تختار مثلا الليبلز اللي فوق ومشاكل، تقوم تعمل سيلكت تظهر معك. خلاص بعد ما تعمل سيلكت مثلا ممكن تعمل شنو، ممكن تعمل ايضا شو سيلكتد اوبجكت اونلي. خلاص هيقوم شنو، بس يعمل لك يظهر لك فقط الاوبجكت اللي انت عملت لها سيلكشن. خلاص داير ترجع تاني انت مثلا تقول شنو شو اول اوبجكت، وايضا ممكن العكس تختاره وتقوم تعمل هايد سيلكتد اوبجكت. خلاص فاحنا مثلا هنرجع نقول شو اول شو اول اوبجكت، يبقى دي القائمه بتاعت سيلكت وكيفيه التعامل معها. بعد ذاك نيجي الخطوه قبل الاخيره اللي هي على العمليه بتاعت التشيك. العملية بتاعت التشيك اللي هو طبعا انت عشان ما تكتر على نفسك الشغل بتشتغل لطابق واحد، تعمل له تشيك، تقوم تصحح الاخطاء اللي فوق ان وجدت. بعد ذاك بتعمل ستوري ريبليكيشن اللي هي طيب نجي نشوف احسن، نجي نشوف افتح الموديل طوال من القائمة بتاعت انالايز، تعمل لهم تشيك كلهم. خليه يعمل
تشيك. طيب احنا الحمد لله الموديل بتاعنا كان رسمناه بصورة دقيقة، عشان كده قال لنا شنو ما في warning message. لكن بعد ذاك انا ممكن اخليكم تتعاملوا مع الـ مع الـ كيفية التعديل على المودلز دي، على المودلز لو كان في ايرور، لو مثلا دول جاوا اي ايرور ممكن يتواصل معايا عشان نشوف عشان نشوف طريقة حل المشكلة دي كيف. لو حصلت لكم ايرورز كيفية التعامل معاها، اللي هو بس غالبا انت لو جاك مثلا في مثلا من مثلا بتاع بيام او مرات، غالبا الكومن بروبلم اللي بتحصل مثلا بيكون انت عندك البيم الثانوي ده بيكون شنو، بيكون ما واصل الجوينت ده، يعني كأنه ما بيكون شنو، بيكون في الفرق، كأنه بيكون في الفرق. ايضا عشان تتأكد برضو انه مرات في حاجات ما بيحصل، ما بيقدر يلقط البرنامج، يعني مثلا بيكون انت عندك بيم انت ما قدرت تصمم كانت ليفر، لكن البرنامج فهم انه خلاص انت مصمم كانت ليفر. فايضا من الحاجات المهمة بعد ما تعمل العملية بتاعت التشيك دي ويظهر لك انه نو وورنينج مسج، بتيجي بتعمل ران للموديل، بتشوف الموديل ده هو هيشتغل كيف، يعني هل متماسك الابيام مع الاعمدة مع البلاطات، ولا في مثلا في حتة فوق مشكلة في التثبيت وما الى ذلك. طيب خلاص، يبقى الخطوة الأخيرة اللي احنا هنعمل شنو، هنعمل ستوري ريبليكيت. تمام، طيب نيجي نختار كل العناصر دي، نيجي من القائمة بتاعت edit replicate. انت عايز تعمل replicate للstory، احنا كنا في الفيرست هنقول نعمل replicate للstory الطابق الثاني، الطابق الثالث، والطابق الأرضي. خلاص اوكي، كده عمل لنا شنو، عمل لنا الريبليكيشن. طيب ده مثلا لو كان المبنى بتاعك هو كله شنو، كله متماثل، لكن مثلا احنا مثلا لو عايزين الطابق الاخير ده مثلا نستخدمه فلات سلاب عادي، ممكن نقوم نعمل شنو، هنعمل تراجع، هنعمل ريبليكيشن لطابقين، والطابق الاخير هنرفع الاعمدة بس ونرفع البلاطات بيس لك. طيب اللي هو اختار تاني مرة أخرى مقام بتاع edit replicate stories، احنا كنا في الفارس هنعمل replicate للطابق التاني، replicate للجراوند فلور والبيز، او خلي البيز مثلا، البيز برضو نخليها بالنسبة للكولومز، بس هنزل الكولومز فقط لتحت. طيب خليها كده بالنسبة للسكند والجراوند فلور. طيب اوكي، طيب تمام. بالنسبة للطابق الثالث مثلا ممكن نختار شنو، ممكن نختار الأعمدة فقط ونرفع بالطريقة دي، اخترنا الأعمدة فقط بنفس الطريقة، هنعمل edit replicate story، هنرفع للطابق الثالث اوكي. خلاص يبقى احنا شنو، اخترنا الأعمدة فقط.
خلاص نقوم نمشي للبلان الطابق الثالث. كده دي الأعمدة بتاعتنا فقط. ممكن نرسم، يعني أنت بالخيار، يعني ممكن تدخل ملف بتاع دي اكس اف فايل مثلا خاص بالفلات سلاب، بس تكون راسم فلات سلاب مكتملة كاملة مع بعض، أو ممكن ترسمها مانوال، يعني أنت بالخيار. مثلا في الحالة دي احنا ممكن نرسمها مانوال، اللي هو هنجي هنا نختار البروبرتي نحولها مثلا لفلات سلاب، نقوم برسمها. احنا ممكن نستخدم طريقة تانية لأنه دي أصعب شوية، ممكن ننتقل للبلان، لأن احنا ما عرفنا جريتس. ممكن نرفع البلاطات بتاعت البلان ده. طبعا انت لما تكون في بلان بس وتيجي من القائمة بتاعت سيلكت، تعمل سيلكت للفلورز وتجيك تايب، اختار مثلا فلورز، هيقوم يختار لك الفلورز بتاعت الطابق ده بس اللي انت فاتح. لكن شغال، لو شغال في 3D هيفتح لك الفلورز بتاعت كل ال 3D. طيب خلاص هنقوم نعمل لها ريبليكيشن، نرفعها للطابق اللي فوق، نغير السكشن بتاعه، وممكن نرسم فوقه ببلاطة تانية ونمسح البلاطات دي. طيب edit اللي هي تكنيكس، بس في النهاية كل الطرق تؤدي لورا. ريبليكيت ستوري، نرفع للطابق الثالث. اوكي طيب نيجي الطابق الثالث، خلاص نلقاها اترفعت معانا من غير الأعمدة. لكن طبعا الفلات سلاب احنا بنقوم بنرسمها كاملة، ما بنرسمها مجزأة زي دي، فعادي ممكن تجي. بالنسبة للبلانس للطابق ده نقوم نرسم واحدة فوق دي، وحنمسح، هنعمل بسلكت، حنمسح القاعدة بتاعت مثلا فلات سلاب. طيب عايز تسهل على نفسك الشغل، مثلا ممكن تعمل سيلكت للأعمدة وتخفيها. تخلي او تختار الفلورز بس وتعمل شو سيلكتد اوبجكت اونلي. خلاص كده احنا قمنا رسمنا البلاطة بتاعتنا، لكن هنيجي من القاعدة بتاعت select هنا في البلان ده، نيجي من القاعدة بتاعت select و property type، الكاميرا دي slab section، عايزين نعمل نقبض او نمسك ال slab section تحت ال 2A كلها.
تقوم نظهرة لوحدها، مثلا show show selected object only. خلاص كده اختفت معانا، هنقوم نعمل لها select، نعمل لها delete. تمام. طيب بعدها عادي اللي هو قمنا عملنا شنو، show all object، خلاص ظهرت لنا البلاطة الثانية اللي احنا كنا رسمناها بتحت البلاطة دي. طيب بالطريقة دي خلاص احنا رسمنا الطابقين ديل اللي هو كانوا سوليد سلاب، والطابق الأخير كان عبارة عن فلات سلاب. ممكن نجي نعدل تاني، نعمل اكسترود للفيو. خلاص يبقى ده شكل المبنى بتاعنا. الطابق الأخير هو فلات، والطابقين التحت ديل اللي هو الطابق الأرضي والأول والثاني عبارة عن سوليد، الطابق الأخير عبارة عن فلات سلاب. فضل لنا الطابق بتاع منسوب بيت الدرج، فممكن نحدد الأعمدة دي. دايز على الكنترول، او مثلا ممكن كده اللي هو اخترت الاربع اعمدة دي بنفس الطريقة، edit replicate، تيجي تعمل لهم replication للطابق بتاع بيت الدرج منسوب السطح. خلاص رفعنا الأربع أعمدة دي إلى أعلى، هنرسم بعد ذاك بفوقهم البلاطة بتاعة السلم. نطلع للطابق الأعلى، ممكن أيضا نجيب أبيان من تحت أو نرسمهم عادي. ممكن نرجع للطابق الأسفل، نختار نختار الأبيام، ممكن تخفي البلاطات مثلا select، object type حكي لسه لأنه كان رسوم يعني إنه أربعة أبيام، لكن بس أنا بوريك طرق مختلفة عشان تحتاج لها أنت أثناء العمل. سيلكت السلاب، تعمل لها مثلا هايد سيلكت أوبجكت. خلاص كده أخفينا الأبيام، ممكن أفضل نخفي الكولومز، سيلكت هايد سيلكت أوبجكت. نفس الطريقة هنعمل لها edit replicate story، اخترناه بالغلط، اي نمسح.
ننتقل مثلا للبلان. أول حاجة نعمل show all objects. خلاص ننتقل للبلان بتاع السطح، نختار رسم بلاطة لتكون مثلا solid slab 2way 150 سنتيمتر. اختار 4 جوينتس. طيب فضلت الخطوة الأخيرة اللي هي الشورت كولومز بنفس الطريقة. نيجي نعمل تحديد للكولومز اللي هنا ديل، تأكد إنك اخترت كل الكولومز. طوالي بنفس الطريقة تعمل edit replicate story is. خلاص احنا هنقوم نعمل تثبيت. بدي اتأكد من التثبيت اللي هو joint restraint. Sign joint restraints، أكد إن هما fixed. أوكي خلاص كده إحنا قمنا بإكمال توليد النموذج بتاعنا من ملف ال DXF file. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونواصل في المحاضرة القادمة. شكرا، شكرا جزيلا.